برنامج بخدمتكم من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية. إشراف عام مازن محمد، إشراف إذاعي لبابة يونس، إشراف برامجي ديما الخدورة، إعداد وتقديم ختام صقر. في الهندسة الإذاعية شروق مية، كاميرا أوغاريت يوسف عفوان بشار جبور، مراقبة عامة رانيا محمود. برنامج بخدمتكم إخراج خلود يونس. يا مرحبا بالجميع، دائما من راديو أمواج وقناة أوغاريت كل المحبة عبر برنامج بخدمتكم، والتواصل معنا عبر الرقم 214-5218. رسائلكم على الواتساب على رقم 0924-0553. رح نبلش ونتابع شكاوى نهار الاثنين. طبعا خلال الأسبوع القادم عطلة العيد، إن شاء الله الخير للجميع، كل عام وأنتم بألف خير مع نهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. رح نحاول نخلص كل الشكاوى قدر المستطاع اليوم ونتابعها عبر الهواء مباشرة، ونبلش بأولى الشكاوى اللي انطرحت، وفي رسالة متواصلة كمان بما يخص نفس الشكوى اللي هي بئر نيننتي. طبعا بئر نيننتي التابع لملكيته لمديرية زراعة اللاذقية، وحكينا بالتنسيق طبعا مع مديرية المياه سابقا ومديرية الزراعة، كان في عطل خلال الشهرين الماضيين تم إصلاحه، إلا أنه تجدد العطل، وبعض الشكاوى اللي وصلتنا بعدم وصول المياه إلى قرية نيننتي طبعا من البئر. بنرجع منأكد اللي تابع ملكيته لمديرية الزراعة. هلأ الشكوى اللي وصلتنا أنه منزوعة في الكهرباء من حوالي الشهر، ما عنا مي، ما في بالضيعة خزان غيره، هيدي مكررة الشكاوى اللي عم توصلنا بما يخص هذا الموضوع. بعد التواصل مع مديرية الزراعة تم التأكد أنه بعد العطل تم إصلاحه، كان في مشكلة بالمضخة أو غطاس البئر لكن تم إصلاحه، لكن للأسف بعد الإصلاح بفترة قصيرة تم سرقة الكابل الكهربائي المسؤول يعني عن تشغيل البئر. عموما التفاصيل رح نسمعها بعد شوي مع الأستاذ صفوان سعيد، صار معنا على التليفون عم يخبروني الصبايا. أستاذ صفوان رئيس دائرة التشجير بمديرية الزراعة، يعطيك العافية أستاذ صفوان. الله يعافيكي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكل الأخوة المستمعين اللي معنا على الإذاعة، كل عام وأنتم بخير جميعا. وأنت بألف خير، يسعد أوقاتك. أستاذ صفوان، طبعا يعني من شهرين عم بحكي تابعنا مشكلة البئر بعد ما كان في مشكلة بالغطاس أو المضخة، وتم إصلاحه من قبلكم، لكن تجدد العطل وعم بيخبرونا الأهالي خلال يعني حلقات متوالية أنه في مشكلة وما عم توصلون المي. هلأ بعد التنسيق مع الأستاذ باسم دوبة مدير الزراعة، ورح حضرتك طبعا تشرح لنا التفاصيل، مشكور انه في مشكلة بتانية اللي هي سرقة الكابل الكهربائي المسؤول عن تشغيل البئر، يا ريت تعطينا التفاصيل لو سمحت. تفضل. سيدتي، هلا نحن في الشهر 11/2021 تعرضت المضخة الرئيسية لعطل وتم اصلاحها باسرع وقت ممكن. بعد فترة كمان صار في عطل بنفس المشكلة اللي لها، فبعتنا على شركة متخصصة بحما وجبنا نوعية ممتازة. نعم. واشتغلت ب 24/3/2022 وكان الشغل فيها ممتاز كتير، عطت نتيجة جيدة، وكانت معظم الأهالي عم تشرب من هذا البير بشكل كتير جيد. نعم. بتاريخ 9/4/2022 تعرض الكابل الرئيسي لسرقة مع بداية هذا الشهر يعني. تماما. نعم. قمنا نحن بإجراءاتنا النظامية، بلغنا للشرطة المختصة بهالموضوع،
تم تنظيم ضبط شرطة ورفعنا كتب نظامية لإصلاح البير. نعم. والآن حاليا الورشة عم بتقوم بإصلاح البير بشكل جيد إن شاء الله. تم جلب الكابل الأساسي له والورشة حاليا تقوم بتركيبه وإن شاء الله خلال ساعة ساعتين يكون جاهز البير إذا الله رأى. وتحويل المياه بشكل تلقائي يعني للمنطقة. هلا في نينانتي نينا جرماتي كلها عم تشرب من نفس البئر نفس البير ما هيك؟ سيدتي هي الآبار تم إنشاء من قبل مديرية الزراعة ذات التسجيل المثمر. نعم. منه بال2002 منه بال2004 طبعا في عدة آبار موجودة ليس فقط بير نينانتي. في عندك سنيبلي في عندك بير عين الحياة بير بيت ياشوط أكثر من بير. قامت مديرية الزراعة بفتح هذه الأبار خدمة للقرى المجاورة لإرواء الأهالي خاصة في ظل ظروف الجفاف اللي كانت تعيش المنطقة بالسنوات السابقة. نعم. وسيعود البير إن شاء الله خلال ساعة أو ساعتين بالكثير إلى عمله الطبيعي. نعم. جميع الأهالي والقرى المجاورة لهذا البير تقوم إذا الله راد بالشرب كالعادي منه. نعم. بشكل طبيعي. نعم. موضوع هلأ سرقة للأسف الأكبال الكهربائية يعني سواء عندكم عم تتكرر الحالة يعني وجب التنويه دائما أنه طالما هو البئر بيخدم أهالي المنطقة فمفروض نحافظ عليه قدر المستطاع. يعني دائما مننوه أنه هي حالة مشتركة ما بين المؤسسة أو الجهة المعنية وما بين المجتمع المحلي كمان للحفاظ على استمرارية الخدمة بالأحرى. يعني فأنتوا كجهة معنية بهذا الموضوع يعني مسؤوليتكم الضبط وما هنالك إذا تكررت الحالة مشكلة كمان يعني بالنسبة لألكم وللأهالي بذات الوقت. أستاذ صفوان سيدتي نحن بشكل دائم في عنا حراس مجين على هذه الأبار لكن الحارس ما في 24 ساعة بضل متواصل على الحراسة. نعم. فنحن منهيب بالإخوة المواطنين باعتباره هذه الأبار عم بتخدم المنطقة كافة كل القرى المجاورة لهذه الأبار سواء مثل ما حكينا سابقا في بير نينانتي أو بير سنيبلي أو بير ياشوط أو عين الحياة مساعدة من قبل أهالي خاصة أنه هذه الأبار عم تخدم هن شخصيا. نعم. تقوم في رواية في سقاية المزروعات لإلهم في السقاية الشخصية. فمتمنى كمان مساعدة من قبل أهالي لأنه أي ضرر في هذه الأبار ناهيك عن موضوع التكلفة المادية لإله عم بصير في فترة انقطاع خدمة للمواطنين. نعم. فبالتعاون بين المؤسسات الموجودة وبين المواطنين بتكون الأمور إن شاء الله بشكل أفضل. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ صفوان يعطيك العافية وكل عام يسعد أوقاتك. كل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا فيك. كملين معكم بحلقتنا لليوم. اتصالكم دائما على الرقم 214-5218 ورسائلكم على الواتساب على الرقم 0924-0053. فإذا الصبية اللي عم تحكينا على الواتس بما يخص بئر نينانتي مثل ما سمعنا خلال وقت قصير يعني خلال ساعات خلينا نقول مع أنه أكد الأستاذ صفوان يعني من هلا لساعة ساعتين إن شاء الله بترجع المياه إلى البئر وإلى القرية قرية نينانتي وما يجاورها. راح نكمل مع رسائلكم هلأ لو أنه في استهجان يعني شوي موضوع الهواتف اللي عم تتكرر كمان الشكاوى فيها يعني بفهم منها من الرسائل عم توصلني لم يتم الإصلاح علما أنه رقم تليفون عفيف عم يحكينا على الواتس ورقم تليفون صار مبعوث أكثر من مرة يا عفيف أنا آسفة طبعا التأخير مو من قبلنا عم برجع أتأكد هلأ من رسائل الواتس المبعوثة للأستاذ أحمد الحايك مدير الاتصالات وأنت عم بتقلي أنه سبق وقدمت شكاوى هاتف معطل يعني يبقى كل هالوقت 3 شهور بدون أي سبب ضمن المدينة. طبعا في أسباب مختلفة حكينا فيها سابقا اللي هي كمان سرقة الأكبال لكن لما ما بيكون في أي إشكالية غير أنه العطل ما تصلح فهيدا إشكالية كمان بحد ذاتها. عموما رح نراجع كمان بعد شوي إذا قدرنا الأستاذ أحمد. بدي أرجع كمان لشكوى تانية على الواتس بعد ما ناخذ اتصال من نبهان. ألو مرحبا. أهلا وسهلا فيك نبهان. الله يوفقك يا مدام ختام. من شان باص النقل الداخلي على قرجالي بالعيد يطلع نحن بدنا نطلع بالعيد نعيد قال ما رح يطلع الباص بالعيد. مين قال لك يا نبهان؟ كل العالم عم تحكي هيك حكيين يعني من شان إذا بتتأكدين الله يوفقك. تكرم عيونك. ومن شان الإنارة موجودة بس بدها صيانة أنا عم قلي
الإنارة بقرية قرجالي بدها صيانه، ليش ما عم يصونوها؟ طيب اذا يعني بتريدي، لانه محلات مقطوعه، طريق مقطوع يعني، بالليل بتجي شوي بيجي الباص وبيجي كذا، والدنيا صيفيه يعني بتعرفي بيكون هنيك في اجر منيحه هلا. صح صح، منطقه سياحيه بكل الاحوال. حديقه مشروع الزين ما صار من شانها شيء ابدا، وكأنه موجود المي، بدنا المي فيها تصير، بس المي اهم شيء. طيب مع انه وعدنا انه بكل الاحوال عم ينعمل صيانه او تاهيل للحدائق. اللي تفضل تفضل. المي المي لازم تجي، لانه الحمامات موصوله من الحنفيه على الحمامات. العالم يعني بدها تاكلنا البرغش، عم ياكلنا هون، والريحه يعني ما مشان شيء يجي المسؤول يشوف بعينه او يكلف عاله. طيب. بدنا مي ضروري بالحديقه، يلا بس مش هالحمامات. بس هيك اذا بتريدي تكرم. يا شكرا لك نبهان، اهلا وسهلا فيك، شكرا لاتصالك. كملين معكم اتصالاتكم ورسائلكم، رسائل الواتساب على الرقم 094-521-053 واتصالاتكم على الرقم 214-518. رسالة على الواتساب كمان مكررة من يوم الاثنين، لو سمحتي احكي لنا مع بلدية جبلة أو الشرطة مشان ضجة مولدات الأمبيرات، مطعم باباي ومقهى الورد، وأيضا صف السيارات العشوائي. طيب بكل الأحوال رح ننسق، أو صار جاهز الاتصال مع الأستاذ أحمد قناديل رئيس مجلس مدينة جبلة. يعطيك العافية أستاذ أحمد. أسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك أستاذ أحمد. الشكوى مكررة من يوم الاثنين بما يخص المولدات الأمبيرات، وصلتنا الشكوى تحديدا بما يخص مطعم باباي مقهى الورد. هلأ يعني بدي أقول أنه أرجع أكد في قرارات بهذا الموضوع بما يخص المدينة اللاذقية، لكن جبلة يعني مستثنات من هذا الموضوع، فخبرنا يعني كيف عم بيتم تنظيم مع وضع الكهرباء عموما، كيف عم بيتم تنظيم الأمبيرات وعملهم؟ يعني البعض ممكن يتضايق خصوصا إذا كانت بمناطق سكنية، مزعج الصوت بالنسبة للأهالي. هلأ نحن بشكل عام، نحن هذا العام يعني أعطينا ترخيص إشغال للمولدات وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية، مثلا مثل مطعم باباي، مقهى الورد، ستيب وغيره. يعني كل المقاهي هذول طبعا يحطوها في أول شيء، يكون المولدة إلى مواصفات، مو أنه يكون فيها كاتم للصوت بتحديد مواعيد، يعني مثلا من 6 إلى 12 بالليل، إضافة إلى بعيد عن الضجيج والسكن، وإذا في أي حال أي شكوى كانت مولدة غير نظامية عم تشمع ويلغى الترخيص لها. يعني هلا انا توت حكيتيني من شوي، انا بعت على المقهى باباي. هلا هن يعني في شفت انه دورتها هي فيها كاتم للصوت، وحتى هن بيشغلوها من 6 ل 12 بالليل. يعني الزلمه قال لي انا عامل من 6 ل 12، وتعال تاكد، وانا اليوم بدي اتاكد يعني مشان موضوع الشكوى لمقهى الورد والباباي مطعم باباي. يمكن انه هالشهر هذا هن عم يشتغلوا طبعا بعد الافطار من الساعه 6. بس مع كل ذلك انا دورياتي بنظام طبعاً الضابطة العادية، أي شكوى عم تورد إلينا مكان شكوى مشان صوت مولدة أو إزعاج أو كذا، عم يتعالج بتشميع المولدة حتى معالجة الشكوى. أكيد كمان يعني دائماً بقول هذا الكلام، يعني ما الغاية قطع الأرزاق بنهاية، كمان هو عمل أي محال تجارية، فهي عم تشتغل ومضطرة لهذا الموضوع، لكن كمان تماما ضمن الضوابط بدون إزعاج الناس عموما. فإذا يعني فينا نتأكد هدول المقهيين أو المقهى والمطعم ما في أثر ضجة يعني. هلا أنا قبل ما راحوا شغلوها للمولدة تدخل، ما يعني هي صار بالمنصف، يعني موضوع بالمنصف الشارع المؤدي إلى المشفى، ولا فيها أي صوت، وفيها ما كاتم سوبر كاتم، يعني أنا لا عم دافع عن الزلمة ولا لي غاية مع أي شغل،
بس انا بعت تبعون الضابطه وتابعوا الموضوع، وانا في حد في نفسي يعني اليوم نسى بدمر يعني كمان اعمل مشوار هذاك الموقع وشوفه يعني. طيب يعني. شكرا لك استاذ احمد، يعطيك العافيه. بدي ارجع نوه، نوهنا نهار الاثنين ما قدرت تكون معنا على الهواء. مشكوره جهود مجلس مدينه جبله على اعاده تاهيل الكورنيش، يعني في رضا صراحه من اهالي جبله، فالله يعطيكم العافيه. كمان يعني بنذكر الايجابيات والسلبيات بنفس الوقت. هلا طبعا ما بيخلى، نحن ما بدنا يعني احنا مثل قدم خطتنا هذا العام انه كان تجميل الكورنيش، وان شاء الله اليوم المساء بيخلص الزفت وبكره بنعمل شطوف وكناسه للهذا، يعني مشان يكون اول ايام العيد الكورنيش في احلى واجمل. الله يعطيكم العافيه. شكرا لك، يعطيك العافيه استاذ احمد، اهلا وسهلا فيك. كملين مع اتصالاتكم على رقم 214-5218. معنا محمد، ألو. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك محمد. تمام تفضل. أنا حكيتك من هذا السنين مشان موضوع المي بالشاليهات الجنوبية. ألو، من شان الشاليهات الجنوبية. تمام محمد، شال المي لعل ما أجد إلى 10 أيام. طيب. هلأ بعد شوي رح نحاول الاتصال ننسق مع الأستاذ طارق إسماعيل. عموما الشكاوى صارت عنده، لنعرف شو التفاصيل. يعني خبرتني حضرتك أنه بعد إصلاح خط الجر ما رجعت المي. ما رجعت المي لحد تمام. الآن تمام، ولا يهمك محمد، إن شاء الله بنسمع بعد شوي ويتم الإصلاح بأسرع وقت ممكن. شكرا لك. يعطيك العافية. رسائلكم على الواتساب على رقم 0924-521-053، نهاية رقم 922. ياريت تحكوا مع المسؤول عن تقنين الكهرباء، طريقة توزيع الكهرباء، خطوط بتيجي ساعتين متتاليتين، وخطوط بتيجي نص ساعة أو ساعة انكترت، وقت بيجيبوها زيادة بتكون ساعة ونص. طيب هلأ بنرجع لنفس الحكاية، يعني في ناس حسب الرسالة طبعا اللي عم توصلنا أنه في ناس وضع أحسن من وضع غيره، أو حارات أفضل من حارات بوضع الكهرباء. رح نرجع كمان مجدولين بخصوص المي بقرية حوران البودي. برجع بكرر كمان هلأ إذا فينا ناخد الاتصال مع الأستاذ طارق إسماعيل مدير المياه. كمان رسالة نهاية رقم 830، كمان مشكلة مي من سنتين ونحن عنا عطش وجفاف بالبناية حي السمهانية البصة. مديرية المياه أبدا ما عم تبادر تحللنا المشكلة، وهني عارفينها كتير منيح، بالأصعب بالبناية اللي حدنا المياه عم تنهدر كل يوم كامل أو يوم كامل ونحن ولا قطرة. خبرونا أنه المشكلة بالتوصيلات من البناية وصلحناها على حسابنا، ما استفدنا شيء، بدنا حل. طيب إن شاء الله يكون في حل سريع. كمان منقول كمان رسالة منشان البطاقة الذكية، بعتلك شايلين الدعم عن زوجتي ما مكتوب الأسباب، فتنا على الموقع ما مشي الحال، رحنا على تكامل ما عرفوا السبب، بعتوني على هجرة والجوازات، أخذوا مني اسمي وصورة بيان عائلي، قالوا كم يوم ومندقلك، ونحن لهلأ ما منعرف شو رح نعمل. طيب شكرا لك نوح، هلأ عطيتني رقم الاسم وعلى البطاقة، وكانت قبل عطينا اسم الزوجة، رح نحاول إذا فينا نفهم شو كمان التفاصيل بعد شوي.
رح نكمل مع اتصالاتكم على رقم 214-518 ورسائلكم على الواتساب على رقم 0924-0353. هلأ كمان رسالة نهاية رقم 017 مشان خط الهاتف. أبو علي غصن إله زمان بلا خط وكمان مسروق الكبل وصار مشتكي كذا مرة وما صلحوه. طيب هلأ المشكلة بالكبل يعني للأسف رح ياخد وقت حسب ما سمعنا مرارا عبر حلقات كتيرة. موضوع سرقة الأكبال عم تاخد وقت سواء المتعلقة بالكهرباء أو المتعلقة الهواتف عم نحكي هلأ تحديدا. يعني السرقات بحاجة إعادة اعتمادات للخطوط ليمدوها من جديد. هلأ ذكر بالحلقة الماضية يمكن كمان أو اللي قبلها الأستاذ أحمد الحايك أنه يعني عم يبعثوا يرجعوا ياخدوا اعتمادات جديدة أو اللي ممكن ينعمل أرضي خطوط أرضية رح يشتغلوا عليها، لكن كل هذا الكلام بده ياخد وقت. هلأ بدك تأكد لي صاحب الرسالة أن هو المشكلة عندهم لأنه مسروق أو لأنه في عطل، يعني بتفرق. برجع بأكد معنا الأستاذ طارق إسماعيل صار مباشرة على الهاتف. أستاذ طارق مدير المياه، يعطيك العافية أستاذ طارق. صباح الخير. صباح النور. خير لكم المستمعين يا أهلا وسهلا. وأنت بألف خير يا رب. أستاذ طارق في مجموعة من الشكاوى بعتناها على الواتس بدي أرجع عيدة. بلش بالمدينة منطقة الشاليهات الجنوبية. خبرنا الأخ محمد ورجع حكى كمان قبل شوي أنه من وقت كان في عطل بخط الجر وتم إصلاحه لحد اليوم ما رجعت المي لعندهم. على المنطقة الورشات فيها إلى تقريبا أسبوع وهي عم تعالج في عدة خطوط فيها ما يسمى بالسطم، يعني مسكرة بالكامل. صاروا معالجين عدة خطوط وباقي مجموعة من الخطوط، والورشاتنا هلا تعمل بالمنطقة كلها من حوالي أسبوع لهلا وهي عم تشتغل بالمنطقة كلها لحل المشكلة بالكامل عن أهلنا هوني بالمنطقة. هلا خبرني إنه في حارات مجاورة فيها مي، يعني هي على خطوط تانية. هي نفسها ما قلت لك تم حل عدة خطوط. وهلا والعمل جاري لحل المشكلة بالكامل يعني. طيب معناتها فينا نقول مسألة وقت يعني. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. هلأ هو أكيد الله يعطي العافية كمان لجميع العاملين وقت عيد، فبالتالي الأهالي بتعرف حضرتك بدها تحتاج المي أكتر بالحالة. فبتمنى خلال وقت قصير يعني يكون الإصلاح بقى على حسب الإمكانيات المتاحة بين إيديكم. عفوا مدام الموضوع مشان كمان المستمع يعرف تماما عن شو عم نحكي نحن. المنطقة هونيك هي منطقة عشوائيات ومنطقة فوضوية بخطوطة، بالتالي الخطوط غير واضحة، يعني كل خط ما له مخطط عنا. المنطقة ما أنا منظمة فيها فوضى بتمديد الخطوط، ما بنعرف الخط منين ماشي، وبالتالي هذا الموضوع بيستغرق معنا وقت أكبر بإيجاد الخط اللي فيه مشكلة. لذلك هي أحد المشاكل اللي عم نعاني منها نحن بمناطق العشوائيات، ونحن طبعا ورشاتنا عم تشتغل إن شاء الله وإن شاء الله ده كل لازم اليوم يخلصوا بإذن الله. طيب إن شاء الله. كمان في شكوى هلأ مجموعة من القرى صراحة القنجرة الحي الشمالي تقريبا هي إلهم أسبوع بدون مياه بسبب عطل، يعني حسب ما تواصلوا مع مدير المنطقة أو مدير المحطة عندهم. لكن حتى بالحالة العادية لما ما بيكون في عطل الضخ ضعيف بهاي المنطقة، الحي الشمالي غرب النهر تقريبا الضخ عم بيكون ضعيف عندهم. كمان الشكوى موجودة عند حضرتك. القنجرة إيش بتتابعت القنجرة؟ هي منطقة يعني صارت مدينة. القنجرة صارت مدينة وتوسع كبير بالعمار والبناء بشكل سريع جدا. يعني للأسف في أخطاء عم تصير إنه لما بيصير أي توسع يفترض إنه نحن نوافق عليه لنزودهم مائيا، نقول إنه نحن قادرين نزودهم بالمياه ولا ما قادرين. للأسف عم تقوم مباني بشكل كامل بدون ما نعرف نحن، وجزر كاملة بدون معرفتنا. لذلك نحن بنوصل لهاللحظة اللي عم نحكي فيها إنه والله في ضعف بالمياه. يعني هذا الموضوع هو سوء تخطيط بالنهاية للأسف يعني. على كل نحن المنطقة هلا بصدد إجراء تقييم شامل للمنطقة كلها لإعادة تقييم الوضع للخط الرئيسي اللي بيروح على القنجرة بالكامل كلياته، لنشوف احتمال استبدال شبكة اللي رايحة أو الخط الرئيسي اللي رايح لعنده.
بيتم استبداله بهي الحالة يعني بدون أي مشاكل أو صعوبات بالنسبة لإلكم أستاذ طارق؟ ما بتاخد وقت كتير بهي الحالة؟ حسب عن شو عم نحكي يعني. ما فيني مجاوبك عفوا. حسب عن شو عم نحكي نحن؟ عم نشوفه على أرض الواقع. حسب شو الموضوع تماما. كيف بدنا نلاقي الحل لهم يعني. نعم إن شاء الله. طيب كمان قرية القاموع حصل عطل بالمضخة من حوالي الشهر ولليوم ما في مي. يعني خبرتني حضرتك يمكن الحلقة الماضية أو اللي قبل أنه اتصلحت المضخة، لكن بيرجعوا بيحكونا أنه ما حتى مع إصلاح المضخة بقيت المشكلة عندهم بالمياه. هي معناتها المشكلة مو بالمضخة يعني، عفوا. خبرنا شو التفاصيل يعني إذا عندك معلومات. أكيد معناتها المشكلة كانت بأنه كان في المنطقة كلها خف التقنين، زاد التقنين عليهم بشكل كبير. وبالتالي مو بالمضخة، والمضخة غير معفات من التقنين يعني، مثل أهالي يعني ما في كهرباء يعني. هو للأسف المنطقة كلها أو جبلنا بشكل عام في قسم منه ما أنا معفى من التقنين. وبالتالي نحن نرصد أي منطقة المضخات تبعنا مثل الضيع تاخذ نص ساعه كهرباء. نعم. يكون فيها مشكله ومعاناه عند الاهالي يعني بصراحه. نشغل المولدات تبعنا، ولكن اكيد المولده ما فيك تشغليها انت 24 ساعه، بتشغليها 6 ساعات 10 ساعات في حد الاقصى يعني. طيب يعني هذه مشكله كهرباء فقط لا غير يعني. طب بس شهر استاذ طارق يعني. عفوا اذا بتريدي يعني نحن تعودنا، هلا نحن بنحكي حسب الشكاوى اللي عم توصلنا استاذ طارق. يعني اكيد ما حدا كمان له مصلحه من الاهالي يحكي مرارا معنا بدون سبب واضح او بدون ما يكون عنده مشكله. احيانا مع اهلنا نحن متعودين عليهم انه في اللي بيكون عم يشرب من اسبوع ما شرب بيقول انا لي 20 يوم ما شربت. معلش حقهم استاذ طارق. هلا المي بقى بدنا نحتاج، بحس حاله له شهرين يعني. اذا بتريدي مو حقهم هون، لا نحن على الهواء اللي عم نحكي بشكل بمسؤوليه عاليه. اكيد اكيد تفضل. لا مو حقهم انه يضيعوا تعب هلا كنا عم نحكي عن تعب العامل اللي بيكون صبحه وليل وبتارك اهله وعيلته وعم يشتغل بالورشات وعم يصلح. لا اكيد لا. لا بقصد الاحساس يعني انه 20 يوم بتحسهم فعلا شهر يعني مشكله المياه. عم نحكي فرضا مجازا يعني. خمس ايام سبع ايام بيقول انا 20 يوم مش هيك عم اقصد. لذلك بتمنى نحن نكون كثير شفافين ودقيقين بهالارقام هي. يعني نحن عم نحاول نعطي بدقه، ولكن اي عطل بيصير باخر ممكن اخر يومين ثلاثه. قد ايه تقريبا المنطقه بتشرب على كم يوم قريه القاموع؟ كل منطقة وإلى دورة ما بقى في المنطقة سبعة أيام خمسة أيام ما يعني بدقة، ما عندي رقم بدقة بصراحة. لحتى لأنه كل ضيع ما فين يكون بصورة تقنية. أكيد أكيد يعني. أكيد بس على الأغلب يعني ماكسيموم خمسة أيام سبعة أيام نحن هذا الرينج تبعنا في أسوأ حالة يعني. بتضل يوم كامل استاذ طارق يعني بيقدروا يعبوا يعني هذا المقصود؟ ضلت طبعاً خمس طبعاً طالما طبعاً الموضوع طبعاً خارج طبعاً عن إرادتكم يتعلق بالتقنين. بيتعبى خزان الضيعة، بيصير المي عند الضيعة بالكامل، لما بتجيهم الكهرباء بيعبوا فورا. يوم كامل تقريبا تماماً يعني تماماً خلال خمسة أيام. تمام. هلا عموما أنا آسفة يعني أكيد هلا توصلنا كتير من الرسائل حول هذا الموضوع يعني سواء خمسة أيام. أنا عم بحكي إنه حقهم، برجع بأكد بكرر هذا الموضوع استاذ طارق، لأنه يعني يمكن الكهرباء حتى لو انقطعت هي عم تساوي هيدا الإشكالات كلها، بس الإحساس بعدم وجود المياه يعني أصعب من موضوع الكهرباء. ممكن نتخلى شوي عن خدمة الكهرباء، عم بحكي ضمن البيت طبعا مع كل صعوبات اللي منعانية، لكن المشكلة بالمي وخصوصا نحن جايين على فصل الصيف، هيدا الحاجة اللي عم بحكيها. كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار موضوع كتير مهم. يعني هو للأسف المرة الماضية سألت سؤال أنا مهم، ما بعرف إذا على الهواء عندكم ولا بغير محل ما أتذكر. أنه نحن كنا من 15 يوم كان وضع بكل المدينة والريف مستقر، وكانت العالم عم تشرب وعين الله عليها الكهرباء. حكيناها لا هون. لا غيرها طيب موضوع ثاني أهم من الكهرباء كمان بدنا ننتبه له، الإرواء. وقتا انقطع الاتصال مع حضرتك تماما، إرواء الزراعة. أنه نحن لما الخطوط اللي عم تروح على الضياع كلها تهيخ مخصصة لمياه الشرب. نعم. والتعديات الزراعية الكبيرة، وطبعا الضابطة ممكن تلحق 10-20-30%، بس أكيد ما فيها تلحق 100% على التعديات هاي. وهذا الموضوع منعكسه كتير سلبي على أهلنا بكل مكان بموضوع الشرب. يعني لذلك نحن بنضل نقول نناشد أهلنا بكل مكان وخاصة بالأرياف إنه اعتمادهم على مياه الشرب يخففوا ما أمكن بالزراعة، وهذا رجاء يعني.
هذا مطلب محق وأكيد يعني من أيدك في أستاذ طارق. كل الناس بضعف المياه في كل مكان يعني. نعم لو أنه هي حاجة يعني أحيانا واحد بيضطر قدام بيته كمساحات صغيرة بس مو مساحة كبيرة تماما. سدودنا مليانة وبالتالي الإفراد يأخذ مياه الري وليس مياه الشرب. صح 100% هذا الكلام نحن معك يعني. هي كمان برجع بأكد مسؤولية مجتمعية أحيانا. المسؤول عن السكر أو المسؤول عن المياه بكل منطقة بغض النظر باعتبار أهالي صراحة هذا اللي عم بيصير يعني. لكن يعني المفروض الكل يحس بالمسؤولية بهذا الموضوع تحديدا نشرب قبل ما نسقي أي مزروعات. في عنا قرية حوران البودي كمان بالحالة العادية هلأ عندهم تفاوض بالضخ بين الحارات والشكوى من حارة التل تحديدا دائما فيها ضعف صراحة هي مكررة أستاذ طارق. حتى قرية حوران البودي يعني عموما حوران البودي 100% مشكلتها تعديات زراعية. نحن صرنا بعتين الضابط اللي عنده شي 3 مرات وضبطنا عدة أشخاص عم يقوموا بتعديات زراعية وعم يسقوا الأراضي من مياه الشرب من الخط الرئيسي لمياه الشرب. وهذا موضوع يعني للأسف كل مرة بدنا نبعث الضابطة باتجاههم وهذا مشكلة رئيسية عنده بالمنطقة يعني. عم بتخبرني صاحبة الشكوى معنا كمان على الواتس انه عم بتقول ما بقلك ما بتجي عم تجي بس ما عم نقدر نعبي النينة لتر ما عم نلحق نعبي حتى يجي العامل المي يعني يعمل فتحة ما عفوا مجدولين ما فهمت شو المقصود يعني. هلا الضخ فهمناها انه ما عم يلحقوا يعبوا يعني بالعموم. أنا ما أعمل لك المدام الموضوع باختصار هو تعديات زراعية بهذا المنطقة هي بعصى المنطقة أنا وبعرف إنه نحن بعثنا ضابطة كذا مرة بنرجع ما عنا حلول غير نبعث ضابطة ونخالف العالم للأسف يعني هذا واقع عم نعيشه. ولكن أنا أقول لك المنطقة هي مثل كثير مناطق تعاني من ضعف مياه الشرب بسبب التعديات الزراعية اللي نحن منشيلهم. ولكن للأسف الوعي مثل ما تفضلتي الغير مسؤول بيروح باتجاه انه معلش بدي اسقي انا ارضي لو عطشت العالم وهذا للاسف شيء مؤسف للعالم تماما. طيب كمان في عنا مزار القطرية حكينا فيها الاسبوع الماضي استاذ طارق. لكن في مطلب او مقترح اجانا من بعض الاهالي بمزار القطرية نفسها. هلا المضخة قلنا عفوا المحطة بتخدم اكثر من قرية لكن بما يخص مزار القطرية هلا في قريبة منهم محطة كهرباء العامرية تماما. هلا في مقترح انه اذا بيتم اخذ الكهرباء منها وبتتغذى للرويمية ومنها الى مزار القطرية. ما بعرف هذا المقترح اذا بالامكان عمله لبين ما يتم رفع التقنين. الرويمية نحن بصدد اعفاء من التقنين تماما حكينا سابقا. مزار القطرية موضوع مختلف بتتأثر بهالموضوع ولكن تأثر بيكون 50%. أما مزار القطرية هي في عندها موضوع الكهرباء وإعفاء الخط القريب بده تحويل المصاري لا يقل عن 100 مليون. وبصراحة اعتمادات لهالموضوع هذا لأنه نحن رايحين باتجاه أولويات الأولويات للمحطات الكبيرة اللي هي مثل آبار الرويمية وغيرها. آبار الرويمية خلال أسبوع 10 أيام وعدونا الكهرباء إن شاء الله بتكون خارج تقنين بإذن الله ومنعكس كثير بيكون مهم وطبعا جزء من المزار القطري أو غيره رح ينعكس يعني بكل الأحوال على مزار القطري. هنا بالأساس كانوا ياخذوا منا كمان. تمام طيب. يعني نعم. في عنا هلأ وصلتنا رسالة نرجو إيجاد حل لمشكلة مياه الشرب قرية السرسكية. معظم المزارع التابعة لها يشتكون من قلة المياه وعدم توزيعها بالشكل العادل إضافة إلى صنابير التوزيع أغلبيتها من غير أقفال. أي مواطن يستطيع تحويل الصنبور إلى مكان سكنه دون رقيب. ما جانا أي شكوى من السرسكية غريبة يعني ما كل مثل ما متعودين نحن وياك ببعت لك ياهون أكيد 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 بنرجع معلي. بس أعطينا شوية وقت كمان مرقت رسالة قبل شوي. طيب حي عفوا مشكلة المي بقرية البصة حي السمهانية في رجاء من الأهالي لنرجع نذكرك بالقصة. وين؟ القرية البصة حي السمهانية. طيب يعني صراحة شكوى اللي وصلتنا مديرية المياه أبدا ما عم تبادر تحللنا المشكلة وهني عارفينها كتير منيح. الأصعب بالبناية اللي حدنا المياه عم تنهدر يوم كامل ونحنا ولا أطرى عنا. خبرونا أنه المشكلة بالتوصيلات من البناية صلحناها على حسابنا ما استفدنا شيء. ففي رجاء خاص بحل المشكلة. رسالة قدامي على الواتس أستاذ طارق. يعني أنا بتأسف أنه اسمع هيك رسالة أنه نحن ما عم نشغل فيه. يعني نحن البصة حطينا خبر من أسبوع 10 أيام البصة كانت تشرب كل 12-13 يوم. نعم
عملنا لهم مشروع ودشنا محطة كاملة بالبصة، صارت المدينة كلها البصة بالكامل، صارت تشرب كل 3-4 أيام. يعني أنا بيزعل الواحد بس يضيع تعبه بهالكلام هذا. لذلك أنا بتمنى أنه في شيء شخصي، يعني مو شخصي، شيء خاص لبناء خاص، حالة خاصة بناخدها مباشرة. أما والله نحن ما عم نشغل بالبصة، حرام الكلام هذا. لا لا، هلا أنا قرأت الرسالة أستاذ طارق، عفوا، أنا قرأت الرسالة للأمانة والمصداقية بنقل الشكاوى، لكن هو انحكى عن هيدي المنطقة، حي السمهانية. منطقة يعني. أكيد مو منطقة، أكيد هي بناء، مستحيل يكون منطقة. يعني فيها مشكلة بيكون بناء، حي مستحيل. يعني لأنه عمل لك، نحن عملنا نقل نوعية بالبصة بشكل كامل، لا يقل عن 60-70% تحسن وضعهم، صار يشربوا. لما نقول والله 60-70% يعني صار يشربوا كل 4 أيام، كان يشربوا كل 12-13 يوم. بتذكر يعني بتذكر هذا الكلام. في حالة كمان بتمنى باخذ هيك على الهواء تحت الهواء، شو الرقم المشتكي إذا بتريد، مشان بعد نشوف شو الموضوع بعيون. أكيد فوراً. أكيد فوراً بنبعث لك. شكراً أستاذ طارق. لكن بدي أرجع نوه بالنهاية على موضوع سقاية المزروعات أستاذ طارق. يعني بالنهاية هو توجيه للكل، ما ذنب الناس كمان اللي مثلاً ما بتسقي أو عندها إحساس بالمسؤولية مقابل أشخاص يعني. أكيد. فيعني من هو تعاون كامل بين الدولة والمواطن، دائماً يجب أن يكون موجود. نحن نرفع سوية الوعي إنه يا عالم اللي عم تسقوا عراسي أنتوا، إذا بدك تسقي بتقولوا لبيتك كم متر شيء، وتزرع وتسقي مزرعة شيء آخر. هذا كلام نحن تجاوزا بنقول، ولكن للأسف نحن بنزعل لما نشوف كل مياه الشرب في قسم كبير من اللامسؤولين عم يسقوا فيها أراضي كاملة. ونحن بنقوم بإجراءاتنا في كل مكان يعني، ولكن نتمنى التعاون من كل المواطنين في كل مكان. استاذ طارق، في كمان تكملة المشكلة مثل ما عم تقول حضرتك صاحبة الرسالة أو صاحب الرسالة بما يخص حي السمهانية، إنه مشكلة بناء ويؤسفنا من سنتين، فبتمنى نحكي هلا. طيب هي للمصداقية، برجع بأكد مثل ما بتوصلني الرسالة استاذ طارق، رح نبعث لك الرقم بكل الأحوال على الواتساب مثل العادة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. كل عام وانتو خير لكم وللمستمعين. وانت بألف خير يا رب، أهلا وسهلا فيك. بنكمل مع رسائلكم واتصالاتكم بكل الأحوال. الشكاوى اللي وصلتنا بما يخص المياه رح نتابعها ونبعث كل الأرقام. معلي الأرقام، بدي أرجع كرر الأرقام اللي عم توصلني كرسائل على الواتس، رح نبعتها كأرقام تليفون. فما بعرف، بعض الأرقام أحيانا بتكون مستخدمة فقط للرسائل، فبتمنى اللي عنده رقم تاني كاتصال وبعث لنا مشكلة مياه يعطيني الرقم الخاص بالاتصال. كمان في رسالة على الواتس نهاية رقم 556، حتى ما تضيع الرسالة يعني بين رسائل الكتار، في شكوى بيقول كنت حابب أقدم شكوى. نحن من سكان اللاذقية طريق الحرش مقابل جامع خالد بن الوليد، المنطقة صايرة ما بقى سكنية، صايرة منطقة صناعية، مولدات، معمل بوزة السباعي، مولدة فرن، طب بغض النظر عن الأسماء، بالإضافة لتصليح وتشحيم السيارات على طول. الطريق المنطقة غير قابلة للسكن، لا حياة لمن تنادي، كذا مرة اشتكينا ما في حدا عم بيرد. طيب هلا رح اختصر الرسالة، وإذا فينا ناخذ الاتصال مباشرة مع رئيس مجلس المدينة كمان الأستاذ حسين زنجرلي ليحل المشكلة أو نلاقي حل لها. وعموما ونحكي عن موضوع الحدائق، يعني ما بعرف كم مرة يمكن حاكي نبهان بما يخص حديقة مشروع الزين، حسب ما أكد أنه ما في حل لها. كمان في شكوى قبل شوي حتى ما نبخس حدا، الشكوى وصلتنا قبل شوي بما يخص مستودعات قمامة جانب حوايا الشاليهات، ساحة اللواء شاليهات منظمة طابو، ساحة اللي هو آخر ساحة مستودعات قمامة، بتذكر حكينا فيها كمان سابقا ونوعدنا أنه يكون في حل لها، نرجع منحكيها بعد شوي.
رح نكمل كمان الاتصالات على الرقم 214-518 والرسائل على الواتساب على الرقم 0924-531-053. هلأ في رسالة كمان على الواتساب، سبق وحكيت معك أكثر من مرة بخصوص البسطات يلي عند كازية الصهيوني، شاغلين الرصيف وهلأ الشارع الرئيسي بالشيخ ظاهر اتحول لمخيمات، فيك تجي بتصوري، ما عم نقدر نمشي بسياراتنا، شو الحل؟ قال الشرطي يروحوا بشكل جماعي على المحافظة أو البلدية. هلأ الموضوع يعني صراحة عم نعيشه، حتى النزلة صارت مع السوق خصوصا مع هلأ فترة التحضير للأعياد مزعجة بوجود كل البسطات. بنرجع منقول هو مصدر رزق أكيد، لكن بدون التعدي على حريات الآخرين، يعني كارثة المشي بالسوق عموما من طبيعة البسطات الموجودة وشاغلة الرصيف كله فعلا، وحتى مو بس الرصيف يعني عم بيكون في بالشارع كمان بذات الوقت. عموما هلا اذا كان في رد من قبل الاستاذ حسين كمان بنحكي، عم بينسقوا صبايا بالكنترول مع الاستاذ حسين زنجرلي، اذا رد اكيد مباشره بنناقش الموضوع معه. كمان في رسائل على الواتساب، مجدولين إن شاء الله تنحل المشكلة أكيد، ما زمكن برجع بقول إنه إذا في عالم عم تسأل مزروعات هي تتمت الرسالة قبل شوي، وإن شاء الله يلتقى حل سريع. كمان رسالة حقكم، رح ناخد هذا الاتصال أكيد، هذا الكلام رح ناخده. في استفسارات حول النقل بالعطلة، رح يتم تخفيض الكميات. هلا غالبا يعني مثل ما عرفنا كل السبت وأحد، وسبق وأخذنا اتصال مع الأستاذ مالك الخير عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل، عم بيكون في تخفيض، لكن كيف إذا كانت عطلة طويلة؟ طيب عم بيخبرونا الصبايا أنه ما في رد من قبل الأستاذ حسين زنجرلي، إذا فينا ناخد مباشرة الأستاذ مالك الخير بلا ما نأجله أكتر رح يخلص الوقت. الأستاذ مالك الخير عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل. سريعا ناخذ اخر اتصال من فريد. الو فريد، عم نسمعك، تفضل. الو يا فريد، تفضل، عم بسمعك، انت على الهواء، تفضل. الله يعافيك. دخلت الفوال بالشيخ ظاهر، دخلت الفوال، حلويات الفوال، نعم، في فرخه مطريه هنا ونسي هنا، محبايه الدنيا نشاح وفرخه مسدوده والقوارب والباب، وهذيك اليوم واحد مرة فيها هيك مثلنا، والله يمكن مضاعف الفرحة، الله يرضى عليك إذا ممكن. تكرم عيونك، تكرم عيونك. مباشرة رح نخبر كمان، هلأ ما صار معنا رد من قبل البلدية، الفوهة المطرية حتى بالتعاون مع الصرف الصحي رح نحاول إن نساعد بحل المشكلة مباشرة. كمان إذا فينا نأخذ فائزا اتصال مع الأستاذ مالك الخير، في رسالة تانية كمان بخصوص كمان السؤال عن العطلة، حابب استفسر عن النقل بالعطلة، رح يتم تخفيض الكميات لأنه جاي عطلة 10 أيام تقريبا وبدنا نطلع على الريف. كمان ابن الريف بده يطلع بالمناسبة، يعني هذا السؤال من الكل إنه بدنا نتحرك، يعني حتى هي عطلة طويلة بس بدنا نشم شوية هواء، يعني ما رح نقول غير هيك. طيب كمان رسائلكم على الواتساب، ارجع اذكر 0924-521-053. طيب في هلا انا اسفه، في رساله هلا عم توصلني وفيها صور وتفاصيل، إذا بتريدوا من شوي، فات ابني على البيت ومعه ظرف، ما كتير فهمت التفاصيل، بقلبه هذا الكرت وحكيه معه انتو وعطيكن اسمه ورقمه. هاد هلأ أنا أسفة، ما فهمت شو التفاصيل، رح نرجع ارجع لها معلي بعد الحلقة ونتواصل معك على الرقم اللي بعتيلنا يعني.
خليه يطلع ما فيه دقيق. هلا كنا عم نحاول ناخذ الإجابة عن سؤال المخصصات بما يقول بما يخص النقل مخصصات السرافيس والمركبات العامة. زميلتنا رانيا محمود مشكورة بالكنترول كمان عم تساعدنا بهذا الموضوع. الأستاذ مالك هلا كمان مشكور. الأستاذ مالك الخير عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل. هلا حاليا إجانا الجواب، للأسف ما فينا نتأخر أكثر من هيك إنه يكون معنا على الهواء لأنه وقتنا خلص، لكن الجواب على مسؤولية الأستاذ مالك عم بيقول السبت نصف الكمية. طبعا الجمعة معروف ما في مخصصات، السبت نصف الكمية، أما باقي أيام العطلة فالمخصصات كاملة. هذا الكلام على مسؤوليتهم وليس مسؤوليتنا، وعلى أمل التنفيذ خلال أيام العطلة، يعني فينا نقول أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس المخصصات كاملة على مسؤولية التصريح اللي وصلنا تحت الهواء. كنا بنتمنى نسمع هذا الكلام على الهواء مباشرة، لكن يعني في كان ما بعرف إذا اجتماع أو مشغول، بعد شوي قال ممكن يكون معنا، لكن نحن وقتنا للأسف خلص. نتمنى عطلة سعيدة للجميع وعيد فطر سعيد إن شاء الله مع كل الهيك المعوقات والصعوبات اللي عم نعيشها يوميا، لكن الأمل بالخير دائما موجود للجميع. كل عام وأنتوا بألف خير، إن شاء الله منلتقي بعد العطلة.